todos vamos amo. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معنا في لقاءات متعددة وفقرات متنوعة وهذه البانوراما السياحية. أعزائي المشاهدين قسم الهاوس كيبنج من الأقسام الهامة بداخل أي منشأة فندقية أو سياحية، لكن ما هي طبيعة عمل قسم الهاوس كيبنج؟ ما هو الدور الذي تقوم به بداخل أي منشأة فندقية أو سياحية؟ ما هي أهميته؟ وأسئلة أخرى هنجاوب عليها من خلال هذا اللقاء مع مستر سيد كابو. مستر سيد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك فندم. مستر سيد زي ما قلنا كده في المقدمة نحن نتكلم عن قسم الهاوس كيبنج بداخل أي منشأة فندقية، سواء كانت منشأة فندقية ثابتة أو منشأة فندقية عائمة. طبيعة العمل في الهاوس كيبنج يعني. والله الهاوس كيبنج ده هو قسم يعتبر قسم مهم جدا بالنسبة للسياحة عامة. في السياحة بالنسبة للفنادق بيختلف شوية عن السياحة النيلية اللي هي الكروز، النايل كروز. السياحة الشاطئية في زبون طبعا بيروح بيستمتع بالبحر، بيستمتع بالشمس، بالنسبة لشرم الشيخ، مرسى علم، الساحل الشمالي. بالنسبة للمراكب طبعا بيعمل نايل كروز، بيروح للمعابد، للسياحة في أسوان، جميع المعابد في أسوان، بالنسبة في الأقصر تختلف دي عن دي بالنسبة للسياحة الشاطئية. القسم نفسه يعني الهاوس كيبنج يعني دوره ايه؟ دوره هو بيقوم بترتيب الغرف بتاع النزلاء، بيعمل ترتيبه ونظافه الغرفه من كل شيء. هو اول واحد بيستقبل الزبون،
بالنسبة للمكان، بيهيئ له الغرفة بتاعته، خلاها نظيفة من كل شيء، مفيش أي حاجة في الأوضة لازم تبقى نظيفة، مترتبة صح، كل حاجة نظيفة في الأوضة بالنسبة للهاوس كيبنج. أي حد ممكن يشتغل في قسم الهاوس كيبنج؟ لا مش أي حد. مش أي حد. لازم أهم شيء الاتيتود بتاع الهاوس مان نفسه اللي جاي يقدم الوظيفة. لازم يكون الـ 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 المنظر بتاعه والشكل بتاعه، اسلوبه في التعامل مع الزبون، لان ده بينقل صوره عن مصر لخارج بره. لازم الامانه طبعا ده اهم شيء بالنسبه للهاوس كيبنج، دي اهم شيء الامانه. يعني الزبون يحس ان هو في بيته تماما من ناحيه الامانه، وبينقل صوره ان انا باخد مصر بره. يجي يقول انا دخلت مصر الامن والامان بالنسبه للهاوس كيبنج. Time to fly.
سيد انت بتشتغل يعني في قسم الهاوس كيبنج من كام سنه؟ من 82. من 82. اه. ايه اللي انت اتعلمته من الشغل؟ والله اتعلمت الاول وفي السياحه بصفه عامه. وايه اللي استفدته؟ استفدت ان انا اتعاملت مع جميع الجنسيات واخد خد منهم واداهم بالنسبه للجنسيات الاخرى. الحاجه الثانيه والاهم ان انت بتنقل صوره بلدك عن صوره بلدك للبره للخارج، لان انت بتتعامل مع جميع الجنسيات. اهم شيء بتنقل صوره كويسه عن مصر. دي بلدك الامن والامان، واخد بالك ازاي؟ فدي اهم شيء، ده اللي اتعلمته من السياحه عامه. اه. طب انت بتتعامل مع كل الجنسيات زي ما انت بتقول، الياباني الايطالي، كل سائح يعني محتاج بطريقه معينه في التعامل تختلف عن الاخر. حقيقي حقيقي. ازاي اكتسبت هذه الخبره يعني؟ والله من خلال التدريبات. انا خدت كورسات كتير في كذا حته، كل مكان بتروح بيدي لك كورسات وبيدربك، واحنا بننقل خبراتنا دي للعامل الجديد. بنفيده ازاي يتعامل مع، اهم شيء الاتيود بتاعه، ازاي يبقى انسان بيتعامل ازاي مع الزبون، اهم شيء الاتيود نفسه. ازاي تتعامل مع الزبون نفسه، دي اهم شيء. طب الزبون دلوقتي حاليا يعني زي الزبون من 30-40 هو بيختلف. ايه اللي اختلف بقى؟ اختلف ان الزبون دلوقتي زي التيكاوي. زي التيكاوي. الزبون دلوقتي مش زي الاول. الاول كان بيجي الزبون عايز يستمتع في المكان، واخد بال حضرتك ازاي؟ وكانت الناس الترويج للسياحه كمان كان انت بتروج بنفسك من داخل المكان. طب الزبون برضه حاليا بيجي عشان يستمتع بالمكان؟ مش زي الثقافه القديمه. بتاع الزبون زمان. زمان الزبون كان بيجي بوقت كله جاي عايز يستمتع. مش حتى في الريت بتاعه مش زي الاول. طب الزبون دلوقتي برضه بيجي عايز ايه؟ ما هو جاي يستمتع. يستمتع بالمكان ويستمتع بالبلد. دلوقتي بالنسبه للعصر اللي احنا فيه، الانترنت وكل حاجه دلوقتي، يعني في حاجات ممكن ما يشوف، يقول لك شويه اشوف على حاجه ثانيه غير الاول. الاول كان بياخد وقت كله، تروح المعبد مثلا، تروح في المركب زي كده، في باخره زي كده، بس في الفندق يعني مختلف. السياحة اختلفت على الأول. يعني عايز تقول إن هو السائح الأول كان بيجي مهتم بالثقافة، مهتم بالظبط، يتعرف على ثقافة البلد بالظبط كده. يعني دلوقتي بيجي يعني يبقى عايز ينزل حتى مثلا، عايز يشوف الناس اللي في الشارع. يستمتع. دلوقتي ما عندوش حتى الوقت. السائح دلوقتي ما عندوش وقت. بيجي بيعمل ايه؟ بيقعد في الأوضة مش هو بيروح المعابد وكل حاجة، بيروح المعابد. بس بقول لحضرتك زمان يعني كان الرحلة مثلا اللونج كروز كان 7 أيام. مش وقت، مش 3 و4. كان في عنده وقت. بيطلع يعني في زمان مثلا في 82 كنا بنروح مثلا. يعني عايز تقول البرنامج مضغوط. البرنامج مضغوط، مش زي الاول. يعني في اللونج كورس كانت مثلا 10 ايام 11 يوم. فبيستمتع في كل البلد. عايز يروح يشوف واخد وقته عنده. وقته بالظبط كده. يعني مرتاح يعني. لكن دلوقتي مضغوط يعني من زياره لزياره. يعني مثلا بيصحى الساعه كام الصبح؟ مفيش وقت ينام. يعني بيصحى الساعه كام مثلا؟ 4:30 الصبح، 5:30 الصبح، عشان يروح مثلا سيمبل ويجي بتاع. لكن في الاول كان بيبقى في اريحيه. النهارده رايح كده، النهارده لا هيعمل فلايك. الفلايك بدل مثلا بتبقى نص ساعه، لا بتبقى ساعتين وثلاثه. بيستمتع، يروح الجزر، بيروح بدل ما تبقى نص ساعه لا بتبقى 3 ساعات. فبيشوف كل حاجه غير الاول. جيران وشباب الحي، أرجوك أرجوك ما تعاي الليل. لا 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 الحان غنى وشعر وكلام مصب في تمام. قول ناس الحي أرجوك أرجوك ما تعاي الليل، لا تحكي معايا ولا تقول لي أرجوك أرجوك ما تعاي الليل، لا تحكي معايا ولا تقول لي
الساحة تولع أكوارة وبالصغر تقول جبلي أرجو مرجو لا تحكي معايا ولا تقول لي أنا خايفة عليك أنا خايفة عليك يا مليحة زي فينا جيران وشباب الحي اكتر سائح بتحب انك تتعامل معاه يعني الـ والله كل بس غالبا اللي بيعتبر قريبين لان يعني المصريين يعني ايطالينا دمه خفيف تحس ان هو مصري الايطالي بالذات تحس ان هو مصري مين بيدفع اكتر طيب لا هو حسب الريت اللي هو موجود حسب الريت اللي هو انت بتحط الريت طبعا مش كله بيدفع انت بتحدد الريت حددت الريت مثلا 100 200 300 هو بيدفع فكله بيدفع ما فيش حاجه اسمها ده ما فيش حاجه اسمها ما بيدفعش يعني بحضرتك ازاي برضه يعني اكيد انت زي ما انت قلت كده بتحب تتعامل مع السائح اللي طالع بنشوف ان السائح اللي نازل ده او اللي جاي الفندق ايطالي بتفرح عشان انت تحس ان هو يعني قريب منك لان حتى العادات والتقاليد وكلها بتبقى قريبه يعني تحس ان هو الايطالي بالذات بيبقى حاسس ان هو مصري طبعا الانجليزي بيبقى متنشن شويه الانجليزي بيبقى عايز كل حاجه عنده طب اللي بيتنشن ده انت بتنشن معاه لا 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 ما ينفعش لا ما ينفعش ده ما ينفعش تنشن معاك خالص ما انا بقول لك حضرتك في البدايه او اهم شيء الاتيتيود نفسه ازاي تبقى انت حتى تاخد كل الزبون لو اي مشكله عندك ان انت تستمع له لازم تستمع اول ما استمع تعرف تجاوب بعد كده لو ما استمعتش مش تعرف تجاوب بتكلم كام لغه على كده انا حاليا بتكلم لغتين انجليزي انجليزي وايطالي بتحب الطلاينه طبعا طيب يعني برضو ال 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 انت قلت لي 40 سنه تقريبا في السياحه 37 سنه اتعلمت اكتر من لغه كونت صداقات مع اجانب في كتير وعلى التواصل برضو وناس طبعا بالنسبه للزرعات طب ال الاجنبي يعني اللي انت بتتعامل معاه لما بيكون او بتكون صداقه معاه طب انطباعه عن مصر ايه بيقول لك ايه اكتر من اكتر يعني في ناس من الناس دي بتحب مصر جدا يعني غالبيه معظم الاجانب بيحبوا مصر جدا يعني بيشوفوا امان هنا ما بيشوفوش عندهم يعني هنا ممكن يبقى ماشي في الشارع عادي ما فيش مشكله بالنسبه لهم طب ما بيعجبهمش يعني
لا في احيانا السلوكيات بتاع بتاع الناس اللي هي اللي هم اللي بيسميهم احنا الخرابتي اللي هو بس في الشارع بيقول لي يجبروا تعالى تشتري بتاع. في حاجات ناس بتحكي لي مثلا يعني مش مصر مش كلها كده يعني بيقول لك حاجات صغيره دي كده بتخلي في ناس بعض الناس يعني عشان احنا فاهمين وعارفين محتاجين وعي سياحي اكتر شويه. الزبون اللي هو بيجي يعني يكرر يعني في زباين بتيجي 20 مره مصر يعني لسه كان في زبون كنت بتكلم معاه قال لي انا دي 25 مره انا اجي مصر بحب مصر جدا. اللي يقول لك الامن والامان اللي موجود هنا مش موجود في مصر مش عندهم في الشارع عندهم لازم تقفل من هناك يقول لك نقفل من هنا في شيء وقت بالليل يمشي يتمشى عادي ما فيش مشكله خالص يتمشى الكورنيش في اسوان بيقول لك اسوان بالنسبه لاسوان جميله جدا الكورنيش ده والنيل ما تلاقوش عندهم هناك. طب عم سيد انت بتحب السياحه النيليه اكتر ولا السياحه الشاطئيه اكتر؟ يعني الشغل في البحر الاحمر اكتر بالنسبه لك احسن ولا الشغل هنا في الاسر اكتر؟ بالنسبه لي كل واحد كل واحد بالنسبه لي كل واحد يعني هنا 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 زي هناك مش يعني دي سياحه ودي سياحه واخد بال حضرتك ازاي؟ ده الفرق بس زي ما قلت لحضرتك في الاول هي ثقافات. في زبون بيجي عشان المعابد وعشان يشوف الناس وبتاع وفي زبون بيجي عشان يستجم بالبحر ويشوف الاسماك لان الحمد لله عندنا ربنا وهب لنا في يعني مثلا عندك في شرم الشيخ بالنسبه للجلاس بوت السائح بيتفرج بيشوف الحاجات الاسماك الوانها وبتاع مش موجوده في اي حته تانية. الشعاب المرجانيه عندنا في شرم مثلا وفي مرسي علم ما تلاقيهاش مش موجوده ما بيشوفهاش خالص عندهم خالص يعني الحاجات دي يعني رب مصر ربنا سبحانه وتعالى حاميها بحاجات كتيره جدا كنوز فعلا يعني عندنا معابد الحاجات دي يعني الحضاره بتاعتنا مش موجوده عند اي حد. برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا 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 يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا 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 يا مدلل حبك على قلبي تسلل من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل انا حبي لك برشا وروحي والهنا وعطشا وقلبي سلم لك عرشا وعدل بحكمك يتأمل الشوق ملوعني يأمرني ويطوعني برشا الشوق ملوعني يأمرني وكافي عليا تتدلل انا حبي لك برشا وروحي والهنا وعطشا لك برشا روحي والهنا وعطشا وقلبي سلم لك عرشا وعدل بحكمك يتأمل والهنا وعطشا
حكمك يتأمل. استاذ سيد يعني انت هنا بتيجي عشان كمان عرفت انك انت بتدي دورات تدريبيه للشباب العاملين في تمام في الهاوس كيبنج مش كده؟ مظبوط. اكتر حاجه بتحرص انك تعلمها لهم ايه؟ ان اهم شيء تتعامل ازاي مع الزبون. اهم شيء يعني الزبون ازاي تتعامل معاه. فالزبون لما تحسسه ان البلد دي بتاعته في امن وامان واسلوبك معاه تبقى سلس فبتكسب الزبون. الزبون ده بيروح بيعمل لك دعايه يعني غير مدفوعه الثمن. بيروح بيتكلم هناك مع اصحابه بتاع فتلاقي بص تلاقي لي مثلا في 5 6 7 8 يجوا لك تاني عشان الاسلوب بتاعك. يقول لك يقعد يشكر لك مصريين مصريين لانك انت انا هنا بتعامل بنيابه عن باقي الشعب واخد اي حد بيتعامل في المجال ده فبينقل صوره لازم الصوره تبقى صوره حضاريه كتير للبلد بالظبط يعني. كده صوره حضاريه لازم تبقى صوره حضاريه للناس عشان انت بالرغم ان يعني المهنه لها يعني متعه لكن في صعوبات للمهنه يعني اي مهنه لها صعوباتها برضه. تمام. صعوبات المهنه ايه؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه يعني كل مشكله دايما بيبقى ليها حل. الصعوبات بتاع المهنه بتاعتنا احنا يعني لما تقابلك لما الزبون يشتكي انا بالنسبه لي دي بيبقى بتعبني نفسيا واخدك ازاي؟ لا فلازم انا هنا عشان ازيل المشكله دي بتاع الزبون واخلي الزبون لما اعتذر للزبون واعمل له حاجات تبسطه وتفرحه عشان عايز يعني برضو في زباين برضو ما هو بشر يعني في زباين متعبين مهما تحاول انك ترضيه لكن برضه هو مش مبسوط بيبقى قليلين مع ازاي بيبقى قليلين حتى ما اشوف يعني. بيبقى نادر بيبقى قليلين في او كلام حضرتك مظبوط فعلا في زباين كده في زبون اللي احنا بنسميه ترابل ميكر بيعمل مشاكل على طول بس ده بيبقى معروف واخد بالك ازاي بيبقى بيشتكي في الفندق بتاعه اللي كان كده واخد بالك ازاي معروف يعني الزبون ده معروف فانت برضه تبقى حذر من ناحيته يعني ما تحاولش ان انت تنرفزه تستفزه في اي حاجه اي حاجه حاضر 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 اللي هو عايزه طب يعني قبل ما اختتم لقائي معاك يعني امنياتك للسياحه ايه نفسك والله اتمنى يعني ان السياحه تزدهر اكتر واكتر ويبقى في نعمل على ترويج ليها اكتر من كده واكتر لان احنا كنا دايما المفروض اللي عندنا كنوز للاسف شديد مش مستغلينها يعني عندنا سياحه شاطئيه بسم الله ما شاء الله عندنا حاجات عايزين نعمل دعايه اكتر واكتر ليها السياحه بس ده اللي اتمنى ان السياحه تزدهر تاني وتاني. شكرا لحضرتك وكل سنه طيب. شكرا شكرا جزيلا.
country, right? So come to Aswan, because the Nubian people are the nicest people on the planet. They have beautiful temples there. Lake Nasser is amazing. Abu Simbel is the best thing you will ever see. Come to Luxor, because Luxor has the most beautiful temples on the planet. The people in Saidi land are very proud and strong, and it's a beautiful, beautiful place with the Nile, and you can float on a felucca. Fabulous. Okay, where do we go next? We go to El Minya, because we have the Amarna antiquities. Then you go up to Beni Suef. Then you go up to, where do we go next? Meidum and the Fayum Oasis. Fayum Oasis is amazing. You have the Valley of the Whales. Did you know there's a valley where there is prehistoric bones of whales? Can you believe it? Okay, then we have, if we go further up, we have all the pyramids. So we go Meidum Pyramid, we go Dashur Pyramid, we go Abu Sir Pyramid, we go Saqqara Pyramid, we go Giza Pyramid. So many pyramids, you won't believe. It is amazing. Cairo, crazy, crazy city, but fabulous. Gotta go there. Then we go up to Iskandaria, Alexandria, the jewel of the Mediterranean Sea. Beautiful people, different culture, more quiet, more Mediterranean, and very interesting. Then we go to, that way we go to the oasis of Siwa, which is unbelievable. You have to see it to believe it. From Cairo, we go into the western desert, and we go to see Bahareya, the white desert, the black desert. Jeez, people, I have to tell you more? Okay, I will. Bahareya, Farafra, Kharga, Dakhla, the whole western desert. Unbelievable. We cross to the other side. Hurghada, Marsa Alam, Kusir. Beautiful diving, beautiful reefs, beautiful sea, beautiful fishes. And of course, Arsina, where we are now, Sinai, with the beautiful Sharm el-Sheikh, for if you like the resort life, yeah? And beautiful Dahab and Nuweiba if you like more calm. Now, I could talk about Egypt for hours. I think I almost did. Please come. It is the most beautiful country in the world. There are things here you will never find anywhere else. And if you treat the people right, they will love you forever. So come now. You have the chance to see everything without hundreds of people. Come to Egypt. We're waiting for you. Thank you. أعزائي المشاهدين، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء مع رقة حياة أسرة البرنامج، مدير التصوير رؤوف عبد الحفيظ، إعداد أشرف الحويري، وأطيب أمنيات المخرج صلاح إبراهيم، ورقة تحياتي عماد أبو فتح. شكرا لكم وإلى اللقاء وبانوراما سياحية. Vamos, vamos.